وسط هذه المستثمرات التي تحوي عشرات الآلاف من أشجار التفاح هنا ببلدية بوحمامة بخنشلة، بداية عملية جني التفاح وتوقعات بإنتاج وفير يصل إلى قرابة 1,700,000 قنطار. أنا في الإنتاج السنوي ما يقارب 1,700,000 قنطار، وهذا يشجع كثير من الفلاحين باش يمارسوا هذا النشاط. وحنا كغرفة فلاحية نرافقوا المهنيين، نرافقوا المهنة ونحاولوا كيف نطوروا الشعبة هذه. من إدخال الزراعة المكثفة الحديثة اللي راح تعود بالنفع على المستهلك، أنه الوفرة تكون والسعر يهبط، وعلى المنتج أنه ينقص تكلفة الإنتاج. ورغم الإنتاج الوفير لهذه الشعبة، يشتكي المستهلكون من أسعاره المرتفعة في الأسواق. كاميرا النهار تنقلت إلى الفلاحين ببوحمامة لمعرفة الأسباب، وهكذا كان ردهم. الناس بعتوا ب 8,000 9,000 و10,000 و12,000، هذه أسعار معقولة تاع التفاح، هو ما يسلكش حتى ليضات نتاعو، ما يسلكش الحوال، وما يسلكش الدواء نتاعو. كاين عدة حلقات هما اللي راهم يساهموا في الارتفاع التدريجي نتاع التفاح، يوصل يعني أسعار غير معقولة ما يتقبلها لا المواطن وما نتقبلوهاش حنا كمنتجين. تقاذف التهم بين الفلاح والتاجر حول سعر التفاح الذي ورغم إنتاجه الوفير إلا أنه ليس في متناول المواطن البسيط.